بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم طلاب مدرسة المناهل الدولية في مدرستكم وفي بيتكم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن تدريبات البناء والإعراب في الأسماء. طبعا درس البناء والإعراب تكلمنا عنه في الدرس السابق وشرحناه، واليوم سنقوم بمراجعة بسيطة له، ثم سنقوم بتنفيذ التدريبات. تابعوا معي. طبعا في الدرس الماضي تحدثنا وقلنا أن الأسماء نوعان من حيث الإعراب والبناء، وقلنا أن الاسم المعرب هو الاسم الذي تظهر حركة الإعراب على آخره، يعني مثلا عندما جاءت كلمة الناس منصوبة بالفتحة الظاهرة، ثم جاءت مرفوعة بالضمة الظاهرة، ثم جاءت مجرورة بالكسرة الظاهرة، وتتغير هذه الحركة بحسب موقعها من الإعراب. إذن تتغير هذه الحركة بحسب موقعها من الإعراب. إذن الاسم المعرب هو الاسم الذي هو الاسم الذي تظهر حركة الإعراب على آخره، وتتغير هذه الحركة بحسب موقعه من الإعراب. إذن تتغير، إذا كان فاعل مثلا تكون حركته الضمة، إذا كان مفعول به مثلا تكون حركته الفتحة، إذا كان اسم مجرور تكون حركته الكسرة، يعني نفس الاسم يتغير تتغير حركته بتغير آخره، بتغير موقعه من الإعراب. الاسم المبني هو الاسم الذي لا تتغير حركة آخره بحسب موقعه من الإعراب. إذن لا تتغير حركة آخره بحسب موقعه من الإعراب، يعني تبقى يعني الحركة على حالها. قلنا من الأسماء المبنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر. إذن من الأسماء المبنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر، يعني مثلا اسم الإشارة هذا، اسم الإشارة هذا قلنا إذا جاء مثلا فاعل لا تظهر الحركة على آخره، لا تظهر الضمة، نقول مبني على السكون هذا. مثلا اسم الإشارة هذه إذا جاء فاعل أو مفعول به أو جاء اسم مجرور تبقى حركته الكسرة، ونقول مبني على الكسر في محل كذا. والأسماء الموصولة، إذن الأسماء الموصولة أيضا مثل الذي يكون مبني على السكون حتى لو كان مرفوعا حتى لو كان منصوبا، والضمائر. الآن من خلال التدريبات ستتوضح هذه الأمور أكثر، وسوف نسترجع معلوماتنا بشكل أدق إن شاء الله. الآن عندي هذه الفقرة لأقرأها، ثم نستخرج منها الاسم المعرب علامة إعرابه ونضعها هنا، الاسم المبني نوعه مثلا إن كان اسم إشارة أو اسم موصول أو ضمير، وعلامة البناء يعني ما علامة بنائه. وضع جحا العدس وذهب ليحضر أرغفة الخبز، وعندما رجع وجد الرجل قد أكل العدس الذي قدمه، فوضع الأرغفة وركض ليأتي بعدس جديد، لكن هذا الضيف كان قد التهم الخبز قبل أن يعود. واستمر الأمر على هذه الحال حتى فرغ بيت جحا من الخبز والعدس، وفي هذا الوقت نهض الضيف ليغادر المنزل، فسأله جحا إلى أين؟ فقال أنا ذاهب إلى الطبيب كي يفحص معدتي لأن أكلي قد قل. إذن الآن لنبحث جملة جملة عن الاسم المعرب والاسم المبني. وضع جحا، طبعا كلمة وضع فعل، جحا جحا، نعم هل تصلح أن تكون اسما معربا ولكن في آخرها ألف؟ نعم، الاسم المعرب قد يكون في آخره حرف صحيح مثل السين الباء وحرف علة، ونحن نعرف أحرف العلة، نتذكرها، أخذناها سابقا أحرف العلة الألف والواو والياء، فهنا تقدر الحركة، نقدرها تقدير. إذن نقول جحا علامة إعرابه الضمة المقدرة. لماذا قلنا الضمة؟ لأن الفاعل، لأن الجحا هو الفاعل، هو من قام بالفعل، وضع جحا هو من وضع، تمام؟ إذن الفاعل يعني دائما مرفوع بالضمة، ممكن أن يكون بالضمة وممكن أن يكون مثلا الواو إذا كان جمع مذكر سالم، ممكن أن يكون بالألف إذا كان مثنى، ولكن هنا الضمة المقدرة على الألف.
الآن كلمة العدسة، لاحظوا ظهرت الفتحة. لنرى مثلا كلمة العدسة هنا، أيضا هنا ظهرت الفتحة، هنا كسرة بعدس العدسي. نعم، فهذه إذن الكلمة هو اسم معرب وليس مبني، ظهرت الحركة على آخره وتغيرت بتغير موقع من الإعراب. فهنا وضع جحا ماذا؟ وضع العدسة مفعول به، إذن جاءت منصوبة. وهنا أيضا بعدس هنا اسم مجرور، جاءت مجرورة، فهذه الكلمة اسم معرب. إذن العدسة نضعها في قائمة الاسم المعرب ونقول علامة إعرابه ماذا؟ الفتحة. إذن هذا هو الاسم المعرب، تتغير حركة آخره بتغير موقعه من الإعراب، فمرة يكون مرفوعا بالضمة، مرة يكون منصوبا بالفتحة، مرة يكون مجرورا بالكسرة. ليحضر طبعا، وذهب ليحضر، هذه أفعال، هل نضعها هنا؟ لا، إذن الفعل لا نضعه في هذا الدرس. ولا الحرف. أرغفة، أرغفة، نعم أرغفة الخبز، أرغفة الخبز، هنا كلمة أرغفة أيضا هي اسم، هل هي اسم موصول أو اسم إشارة أو ضمير؟ لا، إذن أرغفة، يتغير موقعها من الإعراب وتتغير الحركة بتغير موقعها من الإعراب. فهنا أرغفة مفتوحة مثلا، يعني منصوبة جاءت، فوضع الأرغفة أيضا، هنا جاءت منصوبة. نعم، إذن يوجد كلمة أرغفة، إذن أرغفة الفتحة الظاهرة. الخبز، الخبز مثلا، إذا قلنا أحضر الخبزة، أحضر الخبزة الفتحة، مثلا هنا التهم الخبزة الفتحة، هنا الكسرة. إذا لاحظوا تغيرت حركتها بتغير موقعها من الإعراب. فهنا ليحضر أرغفة الخبز، لاحظوا أرغفة الخبز، نتذكر كتاب التلميذ، إذا هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة. وهنا التهم الخبز، ماذا التهم؟ هنا مفعول به منصوب بالفتحة. إذا هذه الكلمة هي اسم مبني، عفوا اسم معرب. إذا الخبز الكسرة الظاهرة. وعندما رجع، رجع هنا، هنا هذه الكلمة فعل، وجد أيضا فعل، الرجل، الرجل، إذا الرجل هذه الكلمة، مثلا جاء الرجل، جاء الرجل، ذهبت إلى الرجل، إذا هنا كسرة وضمة، إذا وهنا فتحة، إذا هذه الكلمة هي اسم معرب، تغيرت حركة آخرها بتغير موقعها من الإعراب. قد أكل العدسة، لاحظنا هنا كتبنا كلمة العدس، لن نكرر كتابتها مرة أخرى، ولكن هذه الكلمة إذا هي كلمة، هي اسم معرب، اسم معرب. إذا الاسم المعرب كما قلنا، الاسم هو الاسم الذي تتغير حركة آخره بتغير موقعه من الإعراب. الذي قدمه، الذي، ما نوع هذه الكلمة لنتذكر؟ الذي، هل هي اسم إشارة؟ هل هي اسم إشارة؟ إذن هي اسم مبني، الذي هي اسم مبني. نوعه، هل هي اسم إشارة أو اسم موصول أو ضمير؟ إذن هي اسم موصول. ما علامة بنائه؟ إذن هو مبني، لا تتغير حركة آخره، تبقى على حالها. إذن هنا الذي، الذي، إذن علامة بنائه السكون. إذن دائما إذا كان فاعل نقول مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذا كان مفعول به مثلا نقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إذا كان مثلا اسم مجرور نقول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وهكذا. نعم، الذي قدمه، طبعا قدمه هنا فعل، ولكن يوجد فيها هاء، هذه الهاء ليست من أصل الفعل، هي ضمير، نحن قلنا الضمير، نعم الضمير من الأسماء المبنية، ولكن هنا الضمير لم يأتي منفصل، جاء متصل، هل يكون من الأسماء المبنية؟ نعم يكون من الأسماء المبنية. إذن الهاء في كلمة قدمه، الهاء وليس الفعل، الفعل ليس لنا علاقة به، ولكن الهاء في كلمة قدمه هي ضمير، ضمير متصل، هي ضمير متصل، مبني على ماذا؟ قدمه مبني على الضم، إذن علامة بنائه الضم، إذن هو مبني على الضم، الذي قدمه. فوضع الأرغفة، نعم ذكرنا الأرغفة بأنها اسم معرب، وركض ليأتي بعدس جديد، كلمة عدس أيضا اسم معرب، جديد، نعم جديد هي اسم معرب،
عدسا جديدا. تمام، بالكسرة الظاهرة. لكن هذا الضيف، هذا ما نوع كلمة هذا؟ هل هي معرب أو مبني؟ لنرى. إذن هي اسم مبني. ما نوع هذه الكلمة هذا؟ هل هي اسم إشارة أو اسم موصول أو ضمير؟ هي اسم إشارة. جيد، ما علامة البناء هنا؟ هذا كيف تكون الألف؟ ساكنة، نعم السكون. إذن نقول مثلا إذا جاء فاعل، جاء هذا الرجل مثلا، نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذن مبني على السكون. إذا جاء في محل نصب مفعول به، نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا جاء في محل جر بحرف الجر مثلا، بهذا أو من هذا، إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. إذا هكذا نعرفه. إذا يبقى مبني على السكون حتى لو كان فاعل، حتى لو كان مفعول به، حتى لو كان اسم مجرور، حتى لو كان مضاف إليه وما إلى ذلك. لكن هذا الضيفة، الضيفة سنكتبها لاحقا لأنها ستمر معنا أيضا. كان قد التهم، كان لا يوجد فيها قد التهم، التهم فعل. الخبزة، كتبنا كلمة الخبزة بأنها اسم معرب قبل أن يعود. واستمر الأمر، أيضا كلمة الأمر حتى ولو لم أكتبها هنا مثلا، هي اسم مبني أم معرب؟ معرب، أحسنتم. إذا استمر فعل لا يلزمنا. الأمر إذا هو اسم معرب، جيد، لأنه مثلا هنا حركته الضمة، استمر الأمر، واضح. إذا جاء مثلا مفعول به يكون حركته الفتحة، إذا كان إذا جاء اسم مجرور أو مضاف إليه يكون حركته الكسرة، وهكذا. فهذا هو الاسم المعرب. على هذه الحال، هذه إذن اسم إشارة، إذا هذه اسم إشارة، هذا هذه اسم إشارة. لاحظوا ما حركته، الكسر، إذا مبني على الكسر. إذا لا نقول هذه هنا الهاء ضمير، لا، هذه، لأن هذه كلها كلمة، تمام، تدل على المؤنث، على المفردة المؤنثة المشار إليها. إذا هذه اسم إشارة مبني على الكسر، قد تأتي في محل رفع فاعل، قد تأتي في محل نصب مفعول به، قد تأتي، ولكن نقول في مبني على الكسر. إذا هذا هو الاسم المبني، لا تتغير حركة آخره بتغير موقعه من الإعراب. نعم، على هذه الحال، الحال أيضا نقول أنها أيضا هي اسم معرب، الحال، تمام، تغيرت الحال، تمام، وهكذا. إذا تتغير كلمة الحال بتغير موقعها من الإعراب. أيضا حتى فرغ بيت، قلنا بيت اسم معرب، نعم، بيت جحا مثلا، وكلمة جحا أيضا اسم معرب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. من الخبز والعدس، أيضا الخبز والعدس كتبناها سابقا، ونلاحظ كيف تغيرت كلمة الخبز، فمرة جاءت منصوبة، مرة جاءت مجرورة بالكسر الظاهر، وهكذا. وفي هذا الوقت أيضا كلمة هذا هي اسم مبني، نكتبها هذا اسم إشارة مبني على السكون. الوقت، الوقت اسم مبني، اسم معرب عفوا، اسم معرب مجرور بالكسر الظاهر على آخره. نهض، نهض فعل. الضيف، نعم الضيف أيضا اسم معرب. لاحظوا كيف تغيرت كلمة الضيف، هنا كانت هذه الكلمة منصوبة بالفتحة، وهنا جاءت مرفوعة بالضمة. إذن هذا هو الاسم المعرب، هكذا يتغير بالضمة الظاهرة. ليغادر المنزل، ليغادر فعل، المنزلة، إذن المنزلة هو اسم معرب في منصوب الفتحة الظاهرة على آخره، أيضا تغيرت حركة آخره. فسأله، فسأله فعل، ولكن فسأله والهاء هي، إذن الهاء في كلمة سأله هي أيضا ضمير متصل مبني على ماذا؟ حركته الضمة، مبني على الضم. فسأله جحا إلى أين؟ فقال أنا ذاهب، أنا ذاهب. ماذا يوجد في هذه الجملة؟ أنا، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم إشارة أو اسم موصول أو ضمير؟
إذا هي ضمير رفع منفصل لنتذكر عربناها في الفصل الأول، مثلا قلنا في هذه الجملة مثلا إذا جاءت أنا تأتي غالبا، يعني هي في محل رفع مبتدأ، هذه الضمائر ضمائر الرفع المنفصلة، نقول ضمير رفع منفصل، نتذكر الإعراب، تذكروا هيا معي تذكروا، ضمير رفع منفصل مبني في محل ماذا؟ رفع مبتدأ، هنا جاءت مبتدأ، إذا ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، إذا هنا مبني على ماذا؟ مبني على السكون، طبعا الألف هنا لا تظهر الحركة عليها وتكون ساكنة. ذاهب، ذاهب، إذا هو اسم أيضا معرب، إذا مرفوع بالضم الظاهر على آخره، هو خبر هنا، أنا ذاهب خبر، إذا هنا مبتدأ وهنا خبر مرفوع. إلى الطبيب، إلى الطبيب أيضا نقول أيضا الطبيب اسم معرب مجرور بالكسر الظاهر على آخره، لاحظوا كيف ظهرت حركة الإعراب. كي يفحص معدتي، كلمة معدتي، معدة، معدة هي اسم معرب، يفحص ماذا؟ معدتي، معدتي هي مفعول به منصوب بالفتحة المقدر على ما قبل الياء، طبعا لا تظهر لأنها تصبح ركيكة الكلمة، معدتي تصبح لا، فلهذا قدر التقدير، لأن ولكن هذا اسم معرب، لأن أكلي أيضا أكلي مثل معدتي، كما أيضا الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، أكلي هي لا 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 تصلح هكذا، لهذا قدروها تقدير أصبحت أكلي. أما الياء في معدتي وأكلي، معدتي وأكلي، هذه الياء ماذا أسميها؟ الياء في معدتي وأكلي هي ياء المتكلم، هي ضمير أيضا متصل مبني على السكون. إذا هذه كانت الأجوبة بالنسبة للسؤال الأول. الآن في نفس الصفحة في السؤال التالي يوجد عندي مجموعة من الأسئلة حول الهمزة المتوسطة. قبل أن نجيب عن أسئلة الهمزة المتوسطة لابد أن نقوم بمراجعة بسيطة قبل أن نقوم بحل التدريبات المتعلقة بالهمزة. طبعا في الدرس السابق، في درس سابق تكلمنا أن الهمزة المتوسطة تكتب حسب حركتها وحركة ما قبلها حسب أقوى الحركتين، تمام؟ إذا كانت هناك مثلا كسرة وفتحة أختار أقوى الحركتين وهي الكسرة، إذا كان هناك كسرة وضمة أختار أقوى الحركتين وهي الكسرة، إذا كان ضمة وفتحة أقوى الحركتين مثلا الضمة، وهكذا. أقوى الحركات تكلمنا طبعا عن أقوى الحركات سابقا، تذكروا معي أنها كانت الكسرة، الكسرة، إذا أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة، إذا أقوى الحركات الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة، أنتم تظنون أن الفتحة هي أقوى الحركات أو أقوى من الضمة، لا، إذا الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة، ركزوا جيدا، ركزوا جيدا، إذا كان الأقوى فيها الكسرة تكتب على ما يشبه الياء، يعني النبرة، قلنا أنها النبرة تشبه الياء، مثل سائمة، لاحظوا سائمة، جئت، جئت. إذا كان الأقوى فيها الضمة تكتب على واو، مثل رؤوف، رؤوف، لاحظوا الضمة أقوى من الفتحة كتبت على واو. إذا كان الأقوى فيها الفتحة تكتب على ألف، مثل سألة، سألة، بأس، هنا الفتحة أقوى من السكون، هنا الفتحة لا داعي للموازنة لأن الحركتين متماثلتين، فنكتبها على الألف. إذا هذه نسميها الحالات العامة للهمزة المتوسطة. وأيضا سابقا تحدثنا عن حالات شاذة للهمزة المتوسطة، لنرى هذه الحالات. أولا إذا كانت الهمزة مفتوحة، مثلا إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها واو ساكنة تكتب على السطر، هذه حالة شاذة. أنا قلت لكم سابقا كل همزة متوسطة مكتوبة على السطر هي حالة شاذة، لأن الهمزة المتوسطة أما على واو أو على نبرة أو على ألف، هذه الحالات العامة. أما الحالة التي تكتب على السطر فهي حالة شاذة، هنا بما أنها كتبت على السطر فهي حالة شاذة، ولكن ما السبب؟ لاحظوا معي حركتها الفتحة وما قبلها واو ساكنة، إذن يجب أن تحقق هذين الشرطين، أن تكون مفتوحة وقبلها واو ساكنة، هذان شرطان يجب أن تحققهما. نعم، فهنا
كان من حقها أن تكتب على ألف لأن الفتح أقوى من السكون، ولكن بما أنها حالة شاذة كتبت على السطر. أيضا إذا كانت مضمومة وقبلها واو ساكنة ضوء وهو، إذا مضمومة وقبلها واو ساكنة تكتب على السطر. إذا احفظوها معي جيدا وتذكروها، إذا إما مفتوحة قبل واو ساكنة أو مضمومة قبلها واو ساكنة. الحالة الثانية إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء ساكنة فتكتب على نبرة، مثل كلمة هي أه. لماذا؟ لأنها كان من المفترض بما أنها مفتوحة، يعني هنا الفتحة أقوى من السكون، من المفترض أن تكتب على ألف، ولكن هنا حالة شاذة لأنها سبقت بياء ساكنة هي أه، كتبت بهذا الشكل. إذن إذا كانت عليها فتحة وقبلها ياء ساكنة حصرا تكتب على نبرة، وإذا كانت أيضا مضمومة وقبلها ياء ساكنة تكتب على النبرة، إذا مثل هيئة وخطيئة. إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة تكتب على السطر، لاحظوا معي هنا الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة، يتساءل، قراءة، عباءة وما إلى ذلك. إذا لاحظوا إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة تكتب على السطر، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها واو ساكنة تكتب على السطر، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تكتب على نبرة بعد ياء ساكنة، إذا لازم يجب أن تسبق بياء ساكنة. الآن لننفذ حل هذه التدريبات. الآن أتمم الكلمات الملونة بهمزة متوسطة في كل مما يأتي. لاحظوا هنا هذه الهمزة كيف سأكتبها؟ كيف سأكتبها؟ هل سأكتبها على السطر كما في الحالات الشاذة؟ هل سأكتبها على نبرة؟ هل سأكتبها على واو؟ حسب الحركة. لنلاحظ هنا سبقت براء، حرف الراء، وهنا هذا الراء ليس يعني من الأحرف التي تستدعي أن تكتب حالة شاذة. الراء حرف عادي ولكنه حرف مفتوح. رأ رأيك سديد، رأيك سديد، ما حركة الهمزة؟ السكون، رأيك سديد. إذا الفتحة والسكون من الأقوى؟ الفتحة. كيف تكتب الهمزة؟ على ألف. جيد، رأيك سديد. إذا هنا كتبت الهمزة على الألف لأنها سبقت بالفتحة، مثلا حركتها السكون وحركة ما قبلها الفتحة، والفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف. زملاء، زملاءك، زملاءك، هنا سبقت بألف ساكنة ولكنها مضمومة. نعم، زملاءك كيف تكتب؟ مضمومة ليست مفتوحة. في حالة الألف حالة واحدة، إذا كانت مفتوحة نكتبها على السطر، إذا كانت مفتوحة، ولكن هنا مضمومة. زملاءك، لماذا هي مضمومة؟ زملاء لأنها مبتدأ. إذا زملاؤك كتبت على واو، إذا هذه ليست حالة شاذة. حتى تكون حالة شاذة يجب أن تكون الهمزة مفتوحة. سؤالك مهم، هنا لم تسبق لا بألف ولا بواو ولا بياء، سبقت بحرف عادي. فهنا ننظر إلى حركتها حركتها الفتحة، و حركة الحرف الذي قبلها الضمة، كيف تكتب؟ من الأقوى، الضمة أم الفتحة؟ إذا تكتب على واو لأن حركة الضمة أقوى من الفتحة، فلهذا كتبناها على واو. الخير في أبناء أبنائنا، هناك سبقت بألف الساكنة ولكن حركتها الكسرة، حتى تكتب على السطر كيف سيكون حركتها؟ الفتحة. جيد، إذا هنا حركتها الكسرة، كيف نكتبها؟ إذا على النبرة، هي حالة عادية وليست حالة شاذة، حالة عامة لأنها مكسورة. قلت لكم أنها عند يعني إذا سبقت بألف ساكنة يجب أن تحقق شرط واحد، هو أن تكون مفتوحة. أما إذا كانت مضمومة أو مكسورة تكتب حسب الحرف الذي يناسبها الأقوى، يعني هنا الضمة تكتب على واو، هنا الكسرة تكتب على الكسر على النبرة. الشمس ضوءها، لاحظوا هنا جاءت واو وجاءت بعدها الهمزة مضمومة، كيف أكتبها؟ على السطر. جيد، فهذه حالة شاذة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة سبقت بواو، لأن هذه الهمزة سبقت بواو ساكنة وجاءت مضمومة، إذا يجب أن تكون مضمومة أو مفتوحة،
وتسبق بواو ساكنة تكون همزة شاذة. إذا كانت مضمومة أو مفتوحة وسبقت بواو ساكنة فهي شاذة، نكتبها على السطر. إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف ساكنة نكتبها على السطر، أما إذا كانت مضمومة وقبلها ألف ساكنة نكتبها على الواو. إذا كانت مكسورة وقبلها ألف ساكنة نكتبها على الكسرة، وهذه ليست حالة شاذة بل هي حالات عامة، فقط هذه الحالة هي حالة شاذة. الآن علل كتابة الهمزة المتوسطة على صورتها كلمة مبدوءة. ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها مثلا، أو يوجد قبلها واو ساكنة فهي حالة شاذة، وفي الحالة الشاذة أنا لا أوازن، فقط أقول همزة متوسطة، نعم أذكر نوعها، مفتوحة، جاءت مفتوحة هذه الهمزة حركتها الفتحة، وما قبلها واو ساكنة، إذا حققت الشرط، لذلك كتبت على السطر. بما أنها مكتوبة على السطر أنا مباشر أعرفها أنها حالة شاذة. لاحظوا مثلا كلمة أصدقائك مكتوبة على السطر فهي حالة شاذة. كلمة مليئة قبلها حرف ساكن، يا ساكنة ومفتوحة يجب أن تكتب على ألف، إذا فهي حالة شاذة، وهكذا. الآن كلمة مبدوءة، إذا ورأينا أنها حالة شاذة. أصدقاءك، أصدقاءك، لاحظوا ألف ساكنة وبعدها همزة مفتوحة، إذا همزة متوسطة مفتوحة، هذه الهمزة مفتوحة وقبلها ألف ساكنة، لذلك كتبت على السطر فهي حالة شاذة، يجب أن أكتب في نهاية التعليل أنها حالة شاذة. الآن كلمة مليئة، ياء ساكنة، قلت أنا عندما تأتي ياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة تكتب على النبرة، هي من الأحق أن تكتب على ألف، ولكن لأنها حالة شاذة كتبت على النبرة، إذا مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، لذلك كتبت على النبرة حالة شاذة. إذا تذكروا في الحالات الشاذة أنا لا أوازن، لا داعي للموازنة. مجيئكم أيضا هنا ياء ساكنة وبعدها همزة مضمومة، إذا همزة متوسطة مضمومة وقبلها ياء ساكنة، لذلك كتبت على النبرة حالة شاذة. كلمة بيئي هي همزة متوسطة حركتها السكون وحركة ما قبلها، عفوا حركتها الكسرة وحركة ما قبلها السكون، والكسرة أقوى من السكون وتناسبها النبرة، حالة عامة. إذا هنا هذه الحالة الوحيدة هي الحالة العامة، لأن الكسرة أقوى من السكون وجاءت يعني كما يستوجب. هات كلمات تعبر عما يأتي وتحتوي على همزة متوسطة، يجب أن نعطي كلمات تعبر عن هذه الجملة ويكون فيها همزة متوسطة. تعطينا الحرارة في الشتاء، المدفأة، لاحظوا المدفأة فيها همزة متوسطة. ينالها المتفوق، ماذا ينال المتفوق؟ شهادة، لا يوجد. جائزة، نعم الجائزة يوجد فيها همزة متوسطة، لاحظوا كتبت مع أنها سبقت بألف ساكنة ولكنها كتبت على نبذة لأن حركتها الكسرة، لم تحقق الشرط الوحيد هو أن تكون مفتوحة وقبلها ألف ساكنة. ما نجيب عنه؟ السؤال، السؤال، إذا هنا كتبت على الواو لأنها سبقت، لأنها جاءت مفتوحة والحرف الذي قبلها مضموم وعليه الضمة يعني، والضمة أقوى من الفتحة وتناسبها الواو. طلابي الأعزاء، وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم وأن تكونوا قد صححتم معلوماتكم. دمتم سالمين.